السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعتنا الكلمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. متابعينا الأفاضل، عدنا إليكم مجددا متابعينا الأفاضل بواحد العروض اللي غتكون إن شاء الله جاوية ديال بيم. طبعا هذه العروض اللي غتكون إن شاء الله الجمعة القادمة 5 مارس 2021، وهاد العروض هذه غتكون في عدة جهات إن شاء الله غتكتشفوهم معنا في آخر الفيديو، فخليكم معنا حتى الآخر. واللي ما قدرش يكمل الفيديو معنا يدخل صندوق الوصف غيلقى جميع الجهات اللي كاينه فيها هذا العرض هذا. قبل ما نبداو كنبغي نشكر دائما المتابعين الذين كيشجعونا في التعليقات وكيشاركونا التجارب ديالهم، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالهم. وبالنسبه اللي اول مره يزورنا في القناه او ديما كيزورنا يشتركوا ويفعلوا زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض ان شاء الله، وما تنساوش الاعجاب طبعا. ونبداو على بركه الله بلا ما نطولوا عليكم. اول ما تنتج معنا هذه الغساله الاوتوماتيكيه كما كتشوفوا معنا، هذه راه كتهز 7.5 كيلو كما كتشوفوا معنا، كتجي بهذا اللون هذا. بالنسبه لهذه راه الاختلاف بينها وبين الغساله اللي دازت في العروض الوطنيه البارح، ان هذه عندها البوابه ديالها الفوق، والاخرى راه عندها البوابه في الوسط، يعني كما الاغلب ديال الماكينات ديال التصميم كما كتشوفوا معنا. بالنسبه لهذه راه نورمالمون بويسونس توتال ديالها 400 واط، يعني ما كتستهلكش الكهرباء. ما دايرينش النيفو ديال الاستهلاك ديالها، واش ا بلس ولا ا 3 بلس ما كتبينش. بالنسبه لهذه راه فيها 7 ديال البروغرامات ديال الغسل، وعندها ايضا 5 ديال النيفو ديال الاستهلاك ديال الماء. بالنسبه للعبارات ديال هذه باش تعرفوا الحجم ديالها، راه فيها 85 في العلو، على 51 على 51 في الطول وفي العرض كما كتشوفوا معنا، باش تعرفوا واش ممكن تجيكم في الكوزينه او في البلاصه اللي بغيتوا ديروها فيها. بالنسبه للعبارات كما قلنا راه فيها 85 سنتيم على 51 سنتيم على 51 سنتيم، وهذه بالنسبه للثمن ديالها راه دايره 1800 درهم، يعني 36000 ريال كما كتشوفوا معنا. وبالنسبه للمقارنه بين هذه وهذه، كان كرأي شخصي ديالي يعني انا كنفضل الماكينه اللي دازت البارح على هذه، حيت حساب النيفو ديال الاستهلاك دايرين اطرو بلس، كنظن انها ما كتستهلكش حتى هي، وهذيك الشكل ديالها يعني كيكون زوين على هذه. من الاغلبيه ديال الناس راه كياخذوا هذيك اللي عندها الباب في الوسط، وكما قلنا هذه راه دايره 1800 درهم وكتجي بهذا الشكل هذا. ونتمنى من السيدات اللي مجربين هاد لي ماشين هادو بهاد النوع هذا يشاركونا التجربه ديالهم، شكون احسن، واش هادو اللي عندهم الباب الفوق او اللي عندهم الباب في الوسط. كاين ايضا معنا واحد السله ديال الملابس او منظمه ديال الغسيل كما كتشوفوا معنا، كتجي بهاد الشكل هذا اللي زوين بزاف. هادي راه كتجمع بسهوله كما كتشوفوا معنا، هي بهاد الشكل هذا مقسمه على 3. كاين البلاصه اللي ديروا فيها الملابس السوداء، والبلاصه ديال الملابس البيضاء، والبلاصه ديال الملابس الملونه باش تنظموا الغسيل ديالكم بسهوله. هذه راه ممكن تطوى، ممكن تهز او تنقل بسهوله. بالنسبه للديمونسيون ديالها هذه فاش كتكون محلوله راه فيها 60 على 38 على 68 سنتيم. السيبورات ديالها من الالومنيوم كما كتشوفوا معنا، صراحة غتجي زوينة حدا الماكينة ديال التصميم، حتى الديزاين ديالها زوين. بالنسبة لهادي راه دايرة 3000 ريال 150 درهم. كاين أيضا معنا واحد المنظم ديال الآلة ديال الغسيل اللي كيجي بهاد الشكل هذا، تقريبا نفس المبدا ديال المنظم ديال لاشاس ديال الحمام اللي كنا دوزنا واحد الوقيتة. بالنسبة لهذا راه السيبورات ديالو من الميتال من الحديد كما كتشوف معنا، وكيجي فوق الماكينه ديال الصابون بهذا الشكل هذا باش تستغلوا المساحه الضائعه فوق الماكينه. ممكن تحطوا فيها اي حاجه، سواء الفواطي او المواد ديال التنظيف او هذه. بالنسبه لهذا كما كتشوفوا معنا راه جاي بهذا الشكل هذا، فيه جوج ديال الطاجيرات الفوق، والمساحه اللي فوق الماكينه واحد المساحه راه كتبقى خاويه. بالنسبه للديمونسيون ديال هادي راه فيها 160 سنتيم، يعني في العلاوه على 28 على 65 سنتيم.
اللي كتشوفوا معنا. بالنسبه للثمن ديال هذه راه دايره 3000 ريال 150 درهم. بالنسبه للسيدات اللي ممكن يكونوا تقداوها من برا يشاركونا الثمن ديالو حتى الى كاين المحلات ديال برا يشاركونا الثمن ديالو. كاين ايضا معنا واحد العربه ديال التخزين بعجلات كما كتشوفوا معنا جايه بهذا الشكل هذا، فيها جوج سليلات لتحت ديال الملابس والفوق ممكن تحطوا المواد ديال التنظيف. بالنسبه لهذه كما قلنا راه بالعجلات يعني موبيل ممكن تحركوها في اي بلاصه، جايه بجوج لوينات كما كتشوفوا معنا. بالنسبه للديمونسيون ديالها فيها 62 على 33.5 على 56 سنتيم، وكتجي بهذه جوج لوينات كما كتشوفوا في هذه الدوائر هذو. بالنسبه لهذه راه الثمن ديالها 4000 ريال 200 درهم. كما كتشوفوا معنا راه عمليه بالنسبه للنقل ديال الملابس او المواد ديال التنظيف، ممكن تحركوها في اي بلاصه. كاين ايضا معنا هذا الشاز بليابل كما كتشوفوا معنا، كرسي قابل للطي كيجي بهذا اللون الابيض، هذا من البلاستيك في الديمونسيون ديالو 35 على 25 في المقعد ديالو. وكما كتشوفوا معنا بالنسبه للثمن ديال هذا راه 900 ريال 45 درهم. كاين ايضا معنا واحد السله بلاستيكيه ديال المقابض كما كتشوفوا معنا، جايه بهذا التصميم هذا، كتجيب عده الوان هاد ثلاثه د اللوينات اللي كاينين في هاد الدوائر هادو. بالنسبه لهذه راه من الشركه ديال بلاستارت وكما قلنا كتجيب عده الوان. وبالنسبه للثمن ديالها راه دايره 10 درهم 200 ريال. كاين ايضا معنا واحد الطقم ديال الحمام كما كتشوفوا معنا، جاي فيه واحد الموزع ديال الصابون وواحد الاناء ممكن تحطوا فيه الفراش ديال الاسنان والمعجون ديال الاسنان، وايضا فين تحطوا الصابونيه ثلاثه ديال البياسات، كيجي بثلاثه ديال اللوينات كما كتشوفوا معنا في هاد الدوائر هادو. الديكور ديالو زوين وكاين الماء. بالنسبه لهذا راه من البلاستيك ماشي من الفخار، هادو راه بالبلاستيك والثمن ديالهم 40 درهم يعني 800 ريال. كاين ايضا معنا واحد السلم ديال الاطفال كما كتشوفوا معنا، جايب هذا الشكل هذا، كيجي بجوج لوينات كما كتشوفوا معنا في هذه الصوره الصغيره وهذا اللي كيبان كبير. بالنسبه لهذا راه داير 50 درهم 1000 ريال. كاين ايضا معنا واحد الارفف ديال الزاويه ديال الحمام، ايطاجير دو كوان كما كتشوفوا معنا، هذا باش تستغلوا الكوان ديال الحمام تحطوا فيه الجيل دوش والشامبوان، وهذه في حتى شعلاقات باش تعلقوا الكيس ديال الغسيل. بالنسبه لهذا راه السيبوره ديالو من الميتال، وهذا اربعه ديال الطاجيرات راه من البلاستيك كما كتشوفوا معنا، كيجيو بهاد الشكل هذا في الحمام. بالنسبه للثمن ديال هادو راه 2400 ريال 120 درهم كما كتشوفوا معنا. كاين ايضا معنا واحد جوج انواع ديال العبوات ديال امتصاص الرطوبه، كاين هادو ديال المجوره كما كتشوفوا معنا، هادو راه ثلاثه ديال الساشيات كل وحده فيها 36 غرام كما كتشوفوا معنا، كيجيو بالرائحه ديال الخزانه. وكاين هادو راه ديال البلاكار كيتعلقوا البلاصه اللي كيتعلقوا فيها الملابس. بالنسبه لهادو ما عرفتش الرائحه اللي فيهم، دايرين هاد النبته هادي ما واضحاش مزيان. من الشركه ديال بيور، هذه ديال البلاكار راقي وحده فيها 250 غرام كما كتشوفوا معنا. بالنسبه للثمن ديال كل وحده في هادو راه دايره 25 درهم، يعني كل علبه هادو ديال المجوره ثلاثه ب 25 درهم 500 ريال، وهادو ديال البلاكار وحده ب 25 درهم 500 ريال. واخر منتج معنا الدلو ديال الماء قابل للطي، هذا ديال الاستحمام كما كتشوف معنا راه صغير من البلاستيك ومن السيليكون. بالنسبه لهذا راه داير 260 ريال يعني 13 درهم. بالنسبه لهذا ممكن يكون عملي حيت السطول اللي كانوا دوزو قبل اللي كيكونوا قابل للطي كيكونوا كبار فاش كتعمر فيهم الماء، العديد من السيدات قالوا انهم غير عمليين وكيتقطعوا دغيا. بالنسبه لهذا ما عرفتش
هذا راه مع الصغير ممكن يكون عملي. المرجان السيدات اللي جربوه يشاركونا التجربة ديالهم. بالنسبة لهذا متابعينا الكرام متابعتنا الكريمات، كان آخر منتوج معنا في هذا العرض هذا، نتمنى يكون عجبكم هذا العروض متابعينا الأفاضل. بالنسبة لهذا العروض كما قلنا في أول فيديو متابعينا الكرام غتكون في عدة جهات، هذه الجهات اللي غتكون فيها إن شاء الله هي عين السبع وبن مسيك سيدي عثمان والحي المحمدي ومولاي رشيد وأيضا في سباتة وكراج علال والمنظر العام ووسط المدينة وقرب المعارف. بالنسبة لهذه العروض كما قلنا راه غتكون في هذه الجهات هذه، وممكن تكون حتى في الجهات اللي قراب منهم، هذا الشيء كامل راه كاين في الدار البيضاء. نتمنى يكون عجبكم هذه العروض متابعينا الكرام، ونكونوا شرحناهم بطريقة سهلة ومفيدة. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش ما يفوتكم حتى عرض ان شاء الله، وما تنسوش الاعجاب، وان شاء الله فوق ما كان شي عرض جديد راه غنوصلوا لكم في اقرب وقت ممكن. الى عروض اخرى متابعينا الكرام، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.